الخامس مزاحم لأحمد بن ناصر بن راشد المشرفي المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. يأتينا مياس راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي لقتبي على سادس المراكز والمركز السابع، المركز السابع والمنطلق هنا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. سراب أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري طليقا بتحدياته، سابع مراكزنا غازي منطلقا، جمال بن راشد بالشاوي الغفلي من يأتينا هنا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع هنا يأتينا وسام حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وعاشر مراكزنا هملول مرشود بن راشد بن مرشد المنصوري من يأتينا هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول والصدارة والمنطلق هملول محمد بن مبارك بن محمد الشامسي المنطلق على الصدارة على المقدمة، بينما شاب محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك رعاد محمد بن خميس بن راشد الظاهري منطلقا على ثالث المراكز، والمركز الرابع الراعبي علي بن غانم بن علي المنصوري، وهنا القدوم من غازي جمال بن راشد بالشاوي الغفلي من يقدم ابو راشد بهذا الانطلاق والاداء الجميل. هناك الراعبي علي بن غانم بن علي ايضا المنصوري بن يدا من يقدم بهذه الانطلاقات وبهذا الاداء الجميل. الوصول هنا والقادم مياس راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي هنا سابعا، وعلى المركز الثامن ياتي مزاحم احمد بن ناصر بن راشد المشرفي هنا المنطلق. هذا اللحظات المركز التاسع، المركز التاسع وسام حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وعلى المركز العاشر ملهم محمد بن سالم بن مكتوم لينيبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وثاني ندى، ثاني ندى نعود مع عاشق المختبر وعاشق سلالات المختبر هنا بالانطلاق. نعود إلى الصدارة، نعود إلى شاب، إلى شاب على الصدارة على المقدمة هنا حمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي المنطلق، ولكن أرى التغيير هنا غازي غزا غزا الصدارة غزا المقدمة وغزا المركز الأول جمال بن راشد بشاوي الغفلي، بينما شهاب حمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. عندك يا بن يدا هنا المنطلق على المركز الثالث بهذه اللحظات بهذا الانطلاق وال الأداء الجميل. الراعبي علي بن غانم بن علي بن يدا المنصوري هنا المنطلق، بينما المركز الرابع والمتسلل هنا مزاحم أحمد بن ناصر بن راشد المشرفي المنطلق بهذا الانطلاق، ومياس راشد بن سعيد بن السير بن دليوي الاقتبي القادم بهذه الانطلاقة. سادس مراكزنا وسام بالشعار الاقتصادي قادم هنا أيضا يتسلل من مركز إلى مركز، حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري هنا انطلاقته والوصول هنا القادم هايش صالح بن محمد بن طاسه العامري من يقدم لنا هايش هنا على سادس المراكز، المركز السابع، المركز السابع معتاد عبد الله بن محمد بن هذا لقتبي بأول نداء لمعتاد خلال مسيرة هذا الشوط. هناك من الجانب الآخر هنا القادم أيضا شعار لينيبي هنا القادم
قادم بهذه اللحظات، هذه الانطلاقة وهنا الوصول من هملول سلم بن محمد بن صقوح العمري أيضا قادم الانطلاق، ومن محمد بن سالم بن مكتوم اللي نبي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى التجمع الملحوظ هنا، الانطلاقات الجميلة والصدارة مع غازي المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. غازي جمال بن راشد بشاوي الغفلي هو المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا أبو راشد، أهالي فيلي بن معلة يبون سلام صباحي جميل من هذا المهرجان مع الكيلومتر الأخير. المركز الثاني هايش صالح بن محمد بن بخيت بن طاسة العامري من يأتينا على المركز الثالث. هنا المنطلق وسام حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وعلى المركز الرابع مزاحم هناك المنطلق أحمد بن ناصر بن راشد المشرف. وصل معتاد القادم هنا عبد الله بن محمد بن حاذة الاكتبي من يقدم لنا معتاد هذا الانطلاق والأداء الجميل. الله التحديات، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. غازي جمال بن راشد بشاوي الغفلي المسيطر مع غازي على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني عاد بن طاسة هنا بهذه اللحظات، هنا مع هايش صالح بن محمد بن خيط بن طاسة العمري، وهناك من الجانب الآخر الله معتاد عبد الله بن محمد بن هذا، ووصل هنا هملول محمد بن خزام بن محمد المنصوري. الله اللحظات الأخيرة يا سلام هنا المتسلل هملول يتسلل في هذه اللحظات إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن خزام بن محمد المنصوري. المركز الثاني هايش صالح بن محمد بن خطب الطاسة الغازي. في المركز الرابع جمال بن راهد بالشاوي الغفري ثالثا. المركز الرابع معتاد من وصل هنا بانطلاقتي وتحديات هنا ايضا عبد الله بن محمد بن حاذا لقتبي، وعلى المركز الخامس وسام لحمد بن غانم بن علي محمودة الظاهري. ونعود مع التوقيت الزمني ولحظة تسلل هملول هنا مع محمد بن خزام بن محمد المنصوري بتسع دقائق 20 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس وسلاماتنا لأهالي الظفرة على هذا الأداء المميز الجميل. 9 دقائق 20 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. هنا أيضا مع هايش لصالح بن محمد بن بخيت بن طاسة العامري، بينما المركز الثالث وصل غازي جمال بن راشد بالشاوي الغفري 9 دقائق 21 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.